كيف جدد البابا مناهج الكلية الإكليريكية في هذا الوقت؟ ممكن أبتدي بمناهج الكلية الإكليريكية، لأن مثلا كانوا في قبل ما يغير كانوا بيدرسونا في الدين المقارن بوذا الأكبر وكونفوشيوس وزرادشت وحاجات كتيرة جدا لا علاقة لها بالوقت الحاضر، حل ان الواحد يتعرف عليها، بس مش هي دي المطلوبة كدراسة للدين المقارن أو للاهوت المقارن. فابتدى يغير خالص في الحتة دي ويدرس ما يتعلق بالعصر الحالي اللي احنا موجودين فيه، ويحط مناهج جديدة ويكتب فيها كتب علشان خاطر تبقى هي دي المرجع بالتفصيل لكل الايتمز اللي المفروض يتم تدريسه يعني في الكلية الإكليركية. أنا دخلت على الكلية الإكليركية الأول يعني. أوكي. إنما برضو كأسقف للتعليم كان شايف من واجبه الاهتمام بتعليم كل المراحل العمرية. تعليم الشعب، تعليم الشباب، إعداد خدام سواء في القاهرة أو في اسكندرية أو في جميع المحافظات حسب ما يسمح له كأسقف. لأن الأسقف العام سلطاته محددة، صحيح، فما يقدرش يروح أبرشية من الإبرشيات إلا لما الأسقف أو المطران اللي هناك يوجه له الدعوة إنه هو يروح. وكان في كتير من المطرنة والأسقفة المتجاوبين وكانوا بيدعوه عشان خاطر يعمل أسبوع نهضة في، فكان معظم وقته كانت المحاضرة في ذلك الزمان يوم الجمعة مش الأربعاء. أيوه. فكان باقي الأسبوع كله يبقى في الأبرشية بيعمل نهضة وبياخد اعترافات وبيوجه الناس وبيشوف إعداد الخدام واجتماعات الخدمة وكل ما يتعلق بالتعليم بمستوياته المتعددة يعني.